مرة أخرى يعني نعود للاحتفال بعد 3 سنوات يعني بدون احتفالية نظرا لما كانت تعرفه البلاد نتيجة الوباء ويعني القيود الاحترازية التي كانت آنذاك. واليوم الطبقة العاملة تعود من جديد للاحتفال بعيدها الأممي، عيد الطبقة العاملة فاتح ماي، واللي بطبيعة الحال يعني اليوم كتخرج الطبقة العاملة وهي مستاءة من العروض المقدمة من طرف الحكومة نظرا لارتفاع الأسعار، نظرا للأجور الهزيلة، نظرا لمجموعة التعديلات اللي مثلها يعني التقاعد 65 سنة اللي كنعتبروه جريمة في حق الموظفات والموظفين، وبالخصوص في القطاعات الحساسة مثل التعليم والصحة. التعديل ديال قانون الإضراب اللي هو سلاح ديال الطبقة العاملة أمام جبروت الباترونا، فاليوم من جديد الطبقة العاملة كتستنف الاحتفالية نتاعتها وكتخرج من أجل الاستنكار ديال هاد الأمور هذه كلها هي، وكنطلبوا من طرف الحكومة باش أنها تسترجع وتدارك ما يمكن تداركه، لأن الطبقة العاملة و بشكل عام وعموم الجماهير الشعبية يعني متضررة من خلال هاد الأسعار المهولة. ومن طبيعة الحال يعني الاتحاد المغربي للشغل سيبقى دائما المنظمة المدافعة المكافحة من أجل نصرة قضايا الطبقة العاملة. وتحية نضالية وعيد مبارك سعيد للطبقة العاملة وشكرا.